آلام وهمومه معك. ومشكلاته، وبعد مداخلة الأستاذ محمد فاضل وحديثه عن أنه في النهاية مجمل آراءه بتذهب في اتجاه أنه شايف أن الدراما المصرية ليست في أفضل حالاتها، أو أنه حال الدراما المصرية هو غير راضي عنه. مخرجنا الكبير الأستاذ محمد فاضل معنا أيضا، الناقد الرياضي والناقد السينمائي، الناقد الفني والسينمائي، وأيضا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ طارق الشناوي. أستاذ طارق مساء الخير وأهلا بحضرتك. مساء النور، ازيكم يا استاذ محمد؟ على خير استاذ محمد الجندي، ومشيها رياضي بقى زي ما انت في قناه الاهلي. اهلا بيك وسعداء بمشاركه حضرتك معانا استاذ طارق. قلت اطلع ضيف مره يا استاذ طارق يعني. ايه؟ قلت اطلع ضيف مره يعني. لا لا ده كويس، بالعكس عشان ناخد راحتنا معاك انت. انت مذيع بتبقى مالك الجفه كده، الجفه اصحى مع حد تاني. استاذ طارق بتشوف ازاي افضل ما يميز او العناوين الرئيسيه اللي بتميز عمل واسهامات الاستاذ محمد علي خير على المستويين الصحفي والاعلامي؟ محمد علي خير انا اعرفه من زمان، وكان بالنسبه لي صحفي، كنت عارف كده انه بيقدم برامج يعني كان انطباع انه صحفي موهوب، بيكتب كويس جدا بالمناسبه، من الاعمده اللي انا كنت بحب اقراها وبغير منها احيانا يعني. بيكتب حلو، لكن بعد كده لما انتقل للميديا وما اعرفش، وانا كنت دايما اقول له ما تسيبش الصحافه، بس عمل زي محمود سعد وزي عمرو اديب ويعني ولميك الحديدي، هتلاقي اغلب ذوق وائل ابراشي وابراهيم عيسى، برضه ابراهيم قلل شويه في الكتابه، انما وعمرو خفاجه يعني بيسيبوا بقى الصحافه ويتجهوا للتلفزيون. وانا عارف السبب، انه فارق الشهره يعني، تكتب عمود كم واحد بيقراك، بتطلع في برنامج كام واحد بيشوفك، فمثال هو ده السبب، بيقول لك انا في النهايه هعبر عن الراي اللي انا عايز اقوله. استاذ طارق صديق كمان، وبيعجبني الجزء الانساني اللي هو حكى عنه من شويه، فعلا انه بيراهن على الناس الاتفاق، وانا اشهد ان المكالمات اللي بتجيله في القاهره والناس مش متفق عليها، ودي اجمل ما في البرنامج وعلى الهواء يعني، اي حد هيقول رايه الناس هتسمعه، لم يصادر راي احد، ودي ميزه البرنامج. والقناه كويسه ان هي ما عندهاش الهاجس اللي يخوفها من المداخلات اللايف من مواطنين او مشاركين في البرنامج. ده حقيقه، انا لمستها لما بكون بسجل معاه يعني، بصور معاه بنبقى على الهواء، بشوف المكالمات وبحس، واي حد هيحس هل الناس دي متفق معاهم قبلها ولا لا، لان طريقتهم في الكلام احيانا اخطائهم في التعبير، لو ما فيش خطا معناه ان في اتفاق. استاذ طارق، قبل مشاركه حضرتك معنا في الحوار، قبل هذه المداخله كان في اتصال اخر ومشاركه في هذا الحوار لمخرجنا الكبير استاذ محمد فاضل، وقال انه غير راضي رغم حجم الفضائيات وعدد المسلسلات والاعمال الدراميه، الا انه بشكل عام مش راضي عن المناخ الفني او المناخ الدرامي حاليا، وعنده بعض المآخذ على هذا الامر. والاستاذ محمد علي خير قال لابد من العوده الى كوادر من اصحاب الخبرات الكبيره جدا زي الاستاذ فاضل لمراجعه ارائهم ومعرفه وجهات نظرهم او ابرز ملاحظاتهم على ما يقدم من دراما في مصر حاليا. حضرتك رايك ايه في يعني مشكلات وهموم الوسطين السينمائي والدرامي التلفزيوني؟ انا رايي ان احنا طبعا الاستاذ فاضل قيمه وقامه كبيره جدا في تاريخ الدراما التلفزيونيه، واحد من الاعمده الكبار يعني، يجب ان ينسب الى رايه بكل اعتبار وبكل كمان اهتمام، لكن بيظل كل فيلم له مفرداته وله تعبيره واللغه، واعني بها اللغه الاخراجيه واللغه الفنيه بتتغير، وعلينا ان احنا نرى الجيل بعيون هذا الجيل، بمعنى انه زي ما بتسمع نانسي عجرم ومالكش دعوه بام كلثوم، لانك انت ترمومتر ام كلثوم لو طبقته على نانسي مش هتعرف تسمع نانسي، لكن تسمعها بهذا الزمن فتسمعها. ايضا الدراما كده زي الغناء زي كل شيء في الدنيا له علاقه بالزمان، بالعكس في مخرجين موهوبين مؤكد ظهروا في الفتره الاخيره وبيقدموا اعمال جيده جدا في اسماء كثيره يعني، انا خايف اقول اسماء وانسى اخرى، في ايضا كتاب بعد العبقري وسام عمر عكاشه ظهروا، كان عندنا طبعا مخرجين عمالقه. هو الفارق ايه؟ ان كان زمان المسلسل يكفي تقول خلاص محمد فاضل تاليف وسام عمر عكاشه او اسماعيل عبد الحافظ او يحيى العلمي، كل العباء او العم محمد علي واسماء اخرى كمان كثيره مهمه، كان او في وحيد حامد كاتب او مصطفى محرم يعني،
كان اسماء كبيره هي اللي تتصدر العمل. النهارده بقى الهرم المقلوب بقى اللي بتصدر العمل النجم او النجمه. وده خدوها مع الاسف من السينما. فطبعا الدراما بتعاني من الحته دي. لكن لا شك بيظهر الكتاب وبيظهر المخرجين بقانون اخر غير قانون الدنيا اتغيرت. طيب ممكن يتحول للحظات الناقد السينمائي والفني الكبير استاذ طارق الشناوي الى ناقد رياضي يقول لنا ملاحظات سريعه على الوسط الكروي والرياضي وعلى رؤيته للنادي الاهلي ونجاحاته ومباراته المرتقبه المهمه في البطوله الافريقيه يوم السبت القادم ان شاء الله؟ انا منحاز للنادي الاهلي بس انحياز عقلاني لان النادي الاهلي فعلا بتحكمه قيم واخلاق في التعامل بيرأسه أحد سحرة الكرة المصرية عبر الزمان. يعني لو ذكرت 10 أسماء في تاريخ الرياضة الكروية في مصر من أول ما بدأنا نسمع عن العمالقة أكيد الكابتن محمود الخطيب هيبقى واحد من هؤلاء الأساطير المصرية الفنانين. فبالإضافة إلى إن هو بيطرح دايما قيم أخلاقية في التعامل وده مهم جدا إنك أنت تشاع إحساس أخلاقي مش بالكلام. لا 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 انا عمري ما شفته بيتكلم عن اخلاق. لا هو بيمارس اخلاق فبالتالي بتضمن ضبط ايقاع الحياه في النادي الاهلي. النادي الاهلي كمان في عنده ميزه الجمهور لا يتخلى عن اللاعبين ولا عن النادي حتى لو اتهزم بتلاقي هذا الجمهور يؤازره في مباريات كثيره بيبقى الاهلي خسران وبيكسب لانه وراه جمهور. وراه جمهور مش جاي يتشافى فيه او يسخر منه او يخوفه بالضرب وبالخصم وبالكلام ده وبالشتائم اطلاقا. الجمهور جزء كبير من وجود النادي الاهلي بس الاخلاق اللي هو طبعا في عهد الخطيب لكن في العهود السابقه كلها دايما يحكم المنظومه في النادي الاهلي قيم اخلاقيه. يعني حضرتك بتقول ان النادي الاهلي مستفيد دايما بجماهيره ودعم جماهيره وعشق جماهيره لناديهم اللي هم بيحبوه وبيدافعوا عنه وبيدعموه طول الوقت وايضا بمنظومه قيم واخلاق باقيه مع تعاقب المجالس اللي بتتولى اداره النادي وصولا الى المجلس الحالي. تماما وتزال المنظومه دي قائمه. نعم. والمعنى ده عميق وقائم يتسلمه من رئيس الى رئيس الى رئيس للنادي. لكن هو ده أجمل ما في النادي الأهلي الروح. أكيد. بشكر حضرتك على مشاركتك معنا. شكرا جزيلا لك الناقد السينمائي والكاتب الصحفي الكبير أستاذ طارق الشناوي. شكرا جزيلا لك.